أيتها الجماهير العريضة في كل مكان في العالم، سأختصر كلمتي في هذا اليوم التاريخي العظيم بأربعة كلمات. أهلا وسهلا بكم في برنامج ملفات عتيقة. لماخذه يا معلم، والبرنامج يبتدي امتى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم متواصل على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم يا سادة المشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج ملفات عتيقة. طبعا نحن نقول للأخوة الذين الآن في هذا الوقت في هذه الساعة صائمين لأن اختلاف الزمان، إن شاء الله الله يتقبل منكم صيامكم، وإن شاء الله لم يبقى إلا الوقت القليل على الإفطار، إن شاء الله نتمنى لكم إفطارا شهيا، والإخوة الذين قد أفطروا نتمنى إن شاء الله الله عز وجل قد تقبل أعمالهم وصيامهم ودعاءهم ولا ينسونا من دعاء. إخوتي الكرام، إحنا سوف نشاهد آخر مقطع كالمعتاد، يعني نشاهد آخر مقطع ونعلق عليه إن شاء الله، نشاهد سوية. نصر بن الحجاج كان قد أعطاه الله جمالا، ولكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نفاه من المدينة، لكن الناس قالوا هذا ظلم فعل عمر الآن عندما نفاه، أنه ظلم من الله الآن، يعني الجمال وهبه الله إياه، فلما عمر يقوم بنفيه من المدينة؟ صحيح والله، سؤال وجيه. هذا الجمال الذي أعطاه إياه يعني عمر، ليش ينفيه من المدينة؟ أليس هذا ظلم بحق الإنسانية وبحق هذا الرجل المسكين؟ يعني حلو مثلي بالمدينة المنورة ما له أي مجال، نفي على طول، وأشوف الوهابية يضايقون ويضايقون الشيعة بالمدينة المنورة ومكة المكرمة، ثاني شايرين نفس الحقد مال عمر على الحلوين من أمثالي طبعا. صدق الجمالي، أخ يما شوف ابني، جيما شوف صاير حلو من اليوم اللي طلع بالتلفزيون الملون. عيفونا من الشقة، خلينا نشوف جوابهم، هل هذا ظلم من عمر لهذين الرجلين الوسيمين أم لا؟ هذه ربما يؤخذ على عمر رضي الله عنه مما يثار عند البعض من أن عمر رضي الله عنه قد ظلمه، لأن هذا الجمال ليس من فعل نصر وإنما هو منحة من الله عز وجل، فلماذا يفعل ذلك؟ عمر كان ينظر نظرة أبعد، يعني هو معلش رأي أو مصلحة الفرد لا تقارن مصلحة الجماعة. رجل صحيح هو نعم مالوش ذنب، مش من ذنبه ان هو جميل وان الناس يعني بتتعلق بيه او حاجة زي كده، لكن هو هنالك مصلحة عام للجماعة يخشى عليهم الفتنة او كذا او كذا، فكان عمر يرجح هذا الباب على ذاك، وهذا كما قلت من الحزم، ده حزم، لكن من اجل المصلحة العامة لكي يحافظ عليها لا بأس ان ترتكب مفسدة اقل من باب المصلحة العامة. في نظر عمر أولى من منع المجذوم من حضور صلاة الجماعة. ده لو راجل حليم وطيب كان ثمان إذن بيه وكذا، كان له خلاص اقعد بس تلم في أي حتة وخلاص. الآن معنا الأخ الفائز.
والآن مع الفائز الجبوري، شكرا جزيلا لأنك قدمت للجمهور مع أنه أنت ما تستاهلش الشفاء حتى، بس ما علينا. بس أنتوا شفتوا بعد النظر عند عمر، يجوز دفع الأفسد بالفاسد وعمل مفسدة صغيرة من أجل المصلحة العامة، ولأن مصلحة القرد عمر قصدي الفرد لا تقارن بمصلحة الجماعة، أمرنا بالتالي تهجير كل البشر ليعيشوا في الغابات بمجتمعات القرود، وذلك لوعد الفتنة. بس أحلى شيء الشيخ سرساوي يقول لو كان رجل طيب وحليم كده، قصدي عمر طبعا، كان زمانه قال يا عم الدار كده وحاول الناس ما تشوفكش، ولما تطلع خد معاك نقاب ولا حاجة كده. بس عشان عمر ابن 60 وسخة فنفى الراجل هو ابن عمه المسكين. بس نرجع لموضوع المصلحة، زين يا عمر ما كان من أجل المصلحة العامة أجدر بيك تنفي كعب الأحبار اليهودي اللي كان يروي ويقضي بين المسلمين كيف ما يشاء؟ لهاي مصلحة خاصة بيك، والمفسدة اللي جيبها تفيدك، وذاك المفسدة اللي انت توهمتها ما تفيدك. الله يلعنك يا عمر، الله يلعنك يا عمر ويلعن مصلحتك العامة والخاصة. زين مسألة مهمة، عمر ليش عقب هذا الرجال على مدح المرأة له؟ يعني هو شو اللي علاقة أصلا؟ كان يعقب المرأة مو هذا المسكين هو وابن عمه؟ وأنا برأيي بصراحة هو أول شخص لازم ينفى إلى بلاد الواقواق أو حتى المريخ هو عمر، لأنه عبارة عن عن, عن 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 كتلة من مفاسد، يعني لا تنفع ولا تدفع ولا أي شيء، بس ضرر، حالة حال النفايات النووية. شكرا. وصلنا الآن ما يلي: بيان صادر من دولة داعش بأمر من وزارة الدولة لشؤون الفتن والضلال. قرر أبا بكر البغدادي رضى الله تعالى عنه أن تبدأ اللجان المختصة بتمشيط الدولة كلها للبحث عن الحلوين، وذلك لدرء الفتنة عن نساء المسلمين. ولذا فعليه تم تقرير ما يلي: أولاً، على كل من يجد في نفسه الوسامة والجمال تسليم نفسه فورا إلى لجنة درء الفتن من أجل إجراء عملية تحسينية لوجهه. ثانيا، من يتستر على أي حلو يعتبر مخالفا للقانون والشريعة وحكم عمر بن الخطاب وأبو بكر البغدادي، ولذا سيتم معاقبته فورا وبأشد العقوبات. ثالثا، على الحلوين الذين لا يريدون أن نجري عليهم عمليات تحسين الخلقة أن يخرجوا ويهاجروا في سبيل الله إلى الله، ولذا فعليهم مراجعة لجنة درء الفتن حتى تقرر كيفية إرسالهم بالسيارات المفخخة والعمليات الانتحارية. رابعا، الدولة غير مسؤولة عما ولد وهو جميل، لأن هذا من أمر الله، ولكن على الدولة وبناء على تعليم عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أن تغير ما خلق الله إلى ما أراد عبد الله. خامسا، من كان عنده اعتراض أو انتقاد لهذا القانون فعليه مراجعة المحكمة الشرعية، وهي ستفهمه بحد السيف إن شاء الله. صادر من وزارة شؤون الدولة لدولة داعش اللا إسلامية. مراجعة، يلا خلينا نشوف المقطع اللي برا لحد ما نشوف القضية الثانية هاي وش العلاقة. يلا، المهم ان في احد الجلسة قال هو الصحابة عادين، فاحد الرجال مدح رجل من الصحابة، فقام عمر وضرب الممدوح بعصا صغيرة فقال له ليه ما ضربتني؟ قال حط عليك ان تعجبك نفسك فادخل الكبر في نفسك فتدخل النار، فأضع من نفسك. هو بص جايب مزاج عمر يضرب، هو مادح ممدوح، المهم واحد يضرب وخلصونا بقى. ده شخص معقد بشكل، والأحلى يتفلسف سبب ظلمه للناس، يقول له أنا خفت عليك من النار فأضربك عشان ما تفرحش قوي وتخش الجنة. طيب لو حد مدحك يا عمر هتعمل ايه؟ هتلطم زي الشيعة مثلا يعني ولا ايه؟ لو شوف النصاب يقول ايه فضربه بعصا صغيرة، صارت ايه يا ضنايا؟ ده عمر لما كان يضرب جامد. اللهم صلت عليك العصا الصغيرة بتاعت عمر دي يا رب العالمين. وكان عمر إذا رأى إنسانا يمشي مشية المتماوت ضربه بالدرة. مش واحد يمشي كده متماوت كده، لا
يعني أي حد تعبان من الشغل أو مريض ويمشي هو عيان عمر كان يضربه على طول، ودي هي قمة الإعجاز في الغباء البكري. هو أنتوا بهايم؟ يا بهايم يعني 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 عمر كان يمشي كل يوم ويلطش في الناس وأنتوا عاملين من الحاجة دي فضيلة؟ دي مش فضيلة يا ناس، دي فضيحة بجلاجل. نفسي أشوفك وأضربك كل يوم زي ما كان عمر يضرب الناس، وأنا أشوف حب البكرين للحكام الظالمة. آه دول مشتاقين لعمر ودرة عمر. طب بتظهروا ليه يا ناس؟ تعملوا الحاجات دي ليه؟ ما هو الحكام دول عمال يضربوكوا بالكرباج زي عمر، معترضين على ايه بقى؟ لو مش عايزين ضرب بصيروا الشيعة عشان ما حدش يخبط فيكوا. في موقف طبعا لسيدنا عمر بن الخطاب، انه رأى مرة رجل يمشي وفي ويتمثل التواضع فضربه بالدرة وقال له لا تمت علينا ديننا. الله، فيعني مهم جدا ان التواضع يبقى موجود. شايفين المخدرات بتعمل ايه؟ الله جميل جميل، ايه جاك القرف؟ واحد يمشي بتواضع ممكن يبقى عيان ولا تعبان ولا اي حاجه، وعمر يخبط فيه كده كده وانت تقول الله جميل؟ وانا اشوف كم التخلف الموجود في البلدان بتاعتنا تاري بسبب الاغبياء دول. ايه رايك يا مخرج ندي العمر ده حته الخازوق كده ونفرعه فيه؟ اصل الخازوق الدهبي لاغبى انسان ما يروحش بالكم بعيد. زين مشيها، بس اذا اجاك واحد وبشرك بالجنه شو تسوي؟ بالتاكيد راح تقول لا بارك الله بيك، وحتى يمكن تطيف شي بشاره وهديه على هاي البشاره اللي بشرك بيها، ويمكن تبكي من الفرحه. بس 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 شوف عمر شو سوى، شو سوى لما اجا واحد وبشره بانه راح يطب الجنه. فأتى أبو هريرة فجمع نفسه ومعه الحذاء وخرج، يوم طلع من المزرعة وإذا عمر واقف، قالوا بشرك يا أبا حفص إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حذاءه. بكر يعني بيأخذ يد عند عمر وعمر بيقول جزاك الله خير مشكور على هذا. قال بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني وبشر الناس وهذه حذاءه أن من يشهد لا إله إلا الله وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة. فاقترب عمر منه بيده ثنتين وهو واقف أبو هريرة، فضربه في صدره فإذا أبو هريرة على ظهره على قفه وإذا رجوله مرتفعة أرفع من رأسه. قال هذا لفظ صحيح مسلم ترى. فذهب يبكي أخبره، قال علي بعمر أتى قال يا عمر تضربه؟ قال يا رسول الله أخشى أن يخبر الناس فيتكلوا. وكمان جنة؟ طب خد يا أبو هريرة على دماغك كده، هو أنا ناقص؟ هو الجمال الهيبة ورايا ورايا مكتوب علي يطاردني ويقعدني الدنيا وآخرة؟ انا عايز بالاخره اصطبع كده في وجه ابليس كده وجه ابو جهل وانت تقول لي جنه؟ عايز اصطبع بوجه الولدان المخلدين وحور العين ولا ايه؟ هو امشي اجري اجري. وعمر لعنه الله يضرب ابو هريره لعنه الله ايضا، هسه طز بهم اثنيناتهم. بس ابو هريره شو اللي علاقه؟ النبي صلى الله عليه واله قال له بشر الناس بالجنه، انت ليش ما ترضى على كلام النبي صلى الله عليه واله وعلى اوامر النبي صلى الله عليه واله؟ يعني انت تفتهم اكثر من النبي صلى الله عليه واله؟ والله هذه واحدة من مخازي عمر في التاريخ. شنو النبي صلى الله عليه وآله ما كان يعرف بأن الناس ممكن تتكل بعد هذا الخبر؟ وثانيا أليس قول النبي صلى الله عليه وآله وفعله هو من الوحي؟ يعني أنت الآن رددت الوحي. يا ناس يا عالم ارحموا عقولكم، والله لو لم أسمع عن عمر يعني ما سمعت أي شيء عن عمر إلا هذه لكفرت به. زين وما كان بإمكانك يا عمر مثلا تلزم أبو هريرة وتقول له أوقف لحظة بس أوقف ما تخبر الناس، خلينا نتشاور مع النبي صلى الله عليه وآله. بس العتب مو على عمر، العتب على البهائم اللي جالسين يستمعون لهذه الفضيحة ويتخيلوها فضيلة. وأنا حسب تحليلي أتصور عمر فعل هذا نفاقا منه، لأنه من لا يقول يعني شوف أكد لكم من لا يقول لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله فهو في النار، وهو لأنه يضمر هذا الكفر في قلبه فضرب أبو هريرة. لما تولى الخلافة بقت الناس بتقول إيه؟ بدأت الناس تقول يعني كان شديد ورسول الله حي، ثم صار أشد وأبو بكر هو الخليفة، فكيف به وقد صار هو الخليفة؟ هيعمل فينا إيه؟ ده هو كان فاكرين ايام النبي كان شديد ازاي؟ فاكرين ايام ابو بكر ده كان اشد من ايام النبي، فما بالكوا لما بقى هو الخليفه هيعمل فينا ايه؟ فبدات الناس تخاف من سيدنا عمر. احنا فاكرين عمر من ايام الجاهليه كان روحه في التعذيب والضرب والاذلال، وفي ايام النبي صلى الله عليه واله كان يهرب في الحروب ويقفز كانه اروى،
ولما يكون في المسجد كلما جاء شخص وما عجبش عمر كان عمر يقول ائذن لي يا رسول الله حتى اضرب عنقه، والنبي صلى الله عليه واله كان يهدد تور الهربان ده. وفي ايام ابو بكر كان شديد على الناس وكان يسموهم سوء العذاب كلما سنحت له الفرصه، ولما صار متصير بيخبط في كل الناس مدح ممدوح سائل مسؤول نايم صاحي مالكش دعوه حتى، المهم الكل بالكل. الذي نحن لاحظنا شدته اكتشفت ان عمر كان يخفي شدته خلف رفقه، كان عمر الخطاب رضي الله عنه يخفي دمعته خلف درته، وكان يخفي سوءته خلف فعلته، وكان يخفي غباوته خلف بطشته، وكان يخفي صلعته تحت درته، ويخفي حزاما ناسفا تحت ليته، ويخفي قملا تحت لحيته، وكان يخفي خراب بيت الخلفوك خلف غباوته. هو شوف عنده شغلة مخفية انت ما تدري شنو يعني بالضبط شنو ما تدري، هو فشي سربرايز، فيجي عمر يضرب رأس واحد يقول له سربرايز وبعدين تعال إلي حتى راويك دمعتي خلف درتي. وصدق الشاعر حين قال أقول له عمرا فيسمعه سعدا ويكتبه حمدا وينطقه زيدا، يعني غباء غريب من نوعه. سيدنا عمر معه در وقالوا إن درة عمر أهيب من سيف الحجاج. سبحان الله. طبعا ما رأك الشيطان سائرا في طريق إلا وسلك طريقا آخر يا ابن الخطاب حتى قالوا إن درة عمر أهيب من سيف الحجاج. يا سلام. لأن الهيبة مش في الظاهر. يا سلام. وفرحان إن الصوت الكرباج بتاع عمر الشهير بالدرة كان بخيف المسلمين أكتر من سيف السفاح المعروف بالحجاج بن يوسف الثقفي. طيب يفرق إيه عمر ده عن طغاة الحكام العرب اليوم؟ وثانيا دي مش هيبة دي خيبة كمان. مثلا نبينا صلى الله عليه وآله الناس كانت تهابه ولكن ما تخافش منه، هذه هي الهيبة. كان طبعا صاحب هيبة ووقار لأنه كان قوي جدا وشخصيته قوية جدا جدا، كان الكل يخاف ويهاب سيدنا عمر. بس احنا ما شفنا ولا مرة مشرك أو كافر كان يهاب عمر، يعني طول عمر المشركين كانوا يكفخون بعمر ويضربون به، ليش بس المسلمين كان مخوفهم؟ أو بالأسرى أيضا مربوطين كان مخوفهم عمر. هذا عمر يصدق عليه المثل أسد علي وفي الحروب نعامة. عمر لم يكن لا قويا ولا مهابا أصلا، هذا كان ظالم والناس تخاف منه لظلمه، واللي شفناه في السابق شنو كان؟ كان شقة مزاح شنو فهمني هذا الضرب والتلطيش بالناس. لنشاهد نموذجا من نماذج هيبة عمر حتى تعرفون هيبة عمر شلون كانت. كان عمر رضي الله عنه يسير مع بعض رفاقه وهم يسيرون حوله فحانت منه التفات إلى الخلف فالتفت فإذا الجميع قد انحل حبل ركبته فسقط على الأرض. يا غوثاه لأمة محمد. الكل يسقي على الأرض، الوجه القبيح التفت، انبطحوا انبطحوا على الأرض، شغلوا صفارات الانذار، عمر والعياذ بالله التفت قبل أن يميكم بدرة أو بجريدة، انبطحوا. كان عمر له حلاق، له حلاق يأخذ من شاربه فعطس عمر ففزع الحلاق حتى أخرج ريحا من الفزع. هو أنت متأكد بأنه الحجام هو اللي أخرج ريحا مش عمر؟ وثم هو الحجام ممكن كان بيعاني من الغازات ولا شرب جزوزة ولا أي حاجة، فلما عطس عمر ممكن قال خلي ننتهز فرصة، ما هو عمر عطاسه زي ولا سيبك من الكلام ده. بس أنت متأكد من الكلام ده؟ الحجام أحدث بعد ما سمع عطسة عمر؟ دي عطسة إيه دي؟ دي عطسة إيه؟ توكلني بعطسة الصغير اللي واعي قلب الكبير. أبي هريرة رضي الله عنه أن حجاما كان يقص عمر بن الخطاب، حلاق بيحلق شعره بيقصله شنبه، وكان رجلا مهيبا. سيدنا عمر له هيبة. فتنحنح عمر فأحدث الحجام، بل على نفسه حجاما كان يقص عمر، والحديث رواه مسلم. وكان عمر رجلا مهيبا فتنحنح عمر
فأحدث الحجام بال على نفسه فأمر له عمر 40 درهما. هذا النموذج الذي تقدمونه الغرب والعالم على أنهم مثال للعدالة، بس بصراحة عمر طلع كريم، بولة الحجام 40 درهم، العد إذا خلص الأخير بيعش، بس واحد يقول أخرج ريحا، واحد يقول بال، هو هذا حجاج شنو؟ كل ما يكون محصور يجي عند عمر لو شنو؟ هو عمر هذا شنو دورة مياه لو شنو يعني بالضبط؟ عطسب ريحه يحنحن شوية بال. وهذه واحدة من أهم فضائل عمر، كل واحد عنده انسداد بالمجاري البولية وعنده غازات وامساك، خلي يروح يشوف عمر وراح تنحل كل مشاكله. فاصل إعلاني ونعود. عمر بن الخطاب لحل كل الانسدادات في المجاري البولية والهضمية. عمر بن الخطاب تنصح به أرقى المستشفيات في الشرق الأوسط، وقد حصل على ختم الجودة من مستشفى ابن تيمية الحراني لكفاءته العالية. اشتري واحد واحصل على النسخة المطورة من عمر بن الخطاب مجانا. النسخة المطورة من عمر بن الخطاب صنع خصيصا لفتح المواسير والبواليع وبسرعة مذهلة. ما عليك إلا وضع عمر بن الخطاب في البالوعة وستجد تأثيره المذهل الفوري. عمر بن الخطاب ليس الوحيد ولكنه الأفظع، قصدي الأسرع. والموقف الثالث أن عمر سمع بامرأة يتحدث الرجال عنها، فأرسل إليها، ففزعت المرأة، قالت: عمر، وما يريد عمر مني؟ فلبست ثوبها ومرت في الطريق، فإذا المخاض قد ضربها، كانت حامل، ضربها المخاض، فمرت على نسوة فعرفنا ذلك منها، فتعاملنا معها فأنزلت وليدها، فاستهل صارخا بصرخة ثم مات. ده طلع مش للمواسير والبواسير وبس، ده عمر طلع لتسهيل الولادة ما شاء الله. الست أول ما عرفت بعمر هو اللي بعت ليها ساطت على طول، والطفل قال: أبو ده أحسن بشوف عمر، ده إيه نعرف ده؟ محمد جواد أقول لك ليش ما سوي إعلان عمركو لإجهاض الحمل الغير مرغوب به؟ يعني عقار يجوز فعال يكون. فاستشار عمر صحابته ماذا يصنع؟ هل عليه دية أم لا؟ سؤال وجيه. عمر هو مرعب للناس كلها، وبسبب أخلاقه الزفت الست ارتعبت وأسقطت ما في أحشائها، فال على البغل اللي اسمه عمر دي ولا لا؟ عشان المشاهدين يعرفوا هو إيه القضية بالضبط، هيشرح ليكو الراجل هو إيه بالضبط. أرسل إليها عمر: أمير المؤمنين يريده، تعال. ففزعت المرأة وكانت حاملا فسقط جنينها، وسقط الجنين حي، استهل بصرخة ثم مات. طيب دي القضية بتاعت الست المسكينة دي هي وابنها الشهيد. لا إله إلا الله، هذه امرأة سمعت بعمر يريدها فأسقطت جنينها، فكيف بمن رأت عمر ورفسها؟ الله يلعنك يا عمر ويلعن سنينك ويلعن صواك اللي جابت أمك وأبوك على المزابل. خلي نشوف شنو رأي الناس اللي كانوا موجودين حوله وحول هذا الموضوع. قالوا: هو ما عملش حاجة، لا ضربها ولا شتمها ولا عمل أي حاجة، ده هو بعت لها، وكل ما بعت لها ما تسببش لا في قتل ولا في غيره، يبقى مالوش حاجة. أيوة ده الجواب اللي عاوزه عمر بالظبط. أنا ماليش دعوة، أنا قلت ليها تعالي هي ارتعبت ليه؟ أنا ماليش دعوة أصلا، أنا قلت ليها حاجة وحشة ولا إيه؟ هي الولية عايزة تساقط أصلا، مش عايزة الجنين، بس فلقيتها فرصة هي عشان تخلص من النونو وتاخذ لها قرشين حلوين كده، وهم كمان خايفين من عمر الهلومة اللي حوليه. هتكون الإجابة إزاي؟ بالظبط يا سي عمر، أنت عاوز بالظبط الفتوى وتكون إيه وقد إيه؟ عايز مقاسها إيه بالظبط؟ وإحنا هنقول على طول، هنقول لك اللي عاوزه على طول يا عمر.
فسمع عمر صوتا يأتي من آخر المجلس فقال يا أمير المؤمنين إن أرادوا موافقتك على الهوى فقد ضلوا وإن رأي رأوه فقد أخطأوا. فاهمين ولا يا جماعة؟ يعني شلون أعلق؟ احنا غدا ان شاء الله، بس بقوا هذا المقطع ببالكم، بقوا هذا المقطع ببالكم، واحنا راح نعيده ان شاء الله. ان شاء الله في الحلقه القادمه تشاهدون التعليق على هذا المقطع ان شاء الله تعالى. لا تلمني يا صديقي عندما ألعن عمر، قال للمرسول تهجر، ذنبه لا يغتفر، حرف القرآن جهرا ولهذا قد كفر، منع الأقوال تكتب ظنه يمحو الأثر، شن حربا ضد طه وعلى آل مضر، إن آل البيت أسمى من حثالات البشر، حقهم يعلو ويعلو مهما قد طال الدهر.